ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الاحد الموافق 8 اكتوبر 8 تشرين الاول 18/2023، هنبتدي تظهر اكتر من اي وقت كان عندك قبل كده على طبيعتك اللي بتعتبر محبة جدا لكل الاشخاص اللي حواليك، وبتبقى دايما مبسوط لما تبقى مع اللمة. هتبقى بتتعامل بشفافية اكتر مع كل الاشخاص اللي حواليك علشان ترسي بجد الروابط الفعلية اللي عندك اللي بتتمنى توصل ليها. كل علاقاتك الانسانية مع كل الاشخاص اللي حواليك هتشجع الاشخاص دول علشان يقوموا بالمثل في حياتك. هتضع كل الاشخاص اللي حواليك النهاردة وتشجعهم عشان يقوموا زيك بانتباه وتعاطف اكتر في حياتهم. هتديلهم احسن الافكار اللي هتبقى بتساعدهم عشان يحلوا بيها مشاكل ممكن تبقى مستعصية في حياتهم مش حابين انهم يقعوا فيها مرة تانية. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا يعني.